أسرع سلطة بطاطس بالفراخ وأشيك حاجة في العزومات، يلا بينا نبدأ معاكم دينا. وهنا بنشوف المقادير مع بعض على البوتاجاز زي ما اتعودنا. عندنا هنا طاسة فيها زيت سخن، وعندي هنا مكعبات من البطاطس بتتسلق، وهنا هحط الفراخ مقطعها شرايح. لازم الزيت يكون سخن زي ما اتعودنا مع بعض. بتاخد الصدمة بقلبها لحد ما تبيض من كل الجوانب ومبيبقاش فيه حتة فيها مش مستوية أو اللون بتاع الفراخ الني. بنزل بقى عليها هنا بالفلفل الالوان وشرايح البصل والثوم المفروم والسبع بهارات وقرفه وبابريكا وكمان الفلفل الاسود ورشه الملح. هنزل بيهم كلهم على الفراخ بتاعتي واقلب مع بعض. والله يا جماعه الريحه، نفسي الفيديو يوصل لكم الريحه، ريحه تحفه جدا. وعلى فكره الطريقه دي لو عملتوها لوحدها زي ما هي كده ونشفتوها تنفع ساندوتشات، تبقى برضو تحفه وما تقولش لا. يعني ممكن ناخد من الطريقة أكتر من حاجة نفصلها وتعمل لنا وصفة تانية. تمام، هقلب كويس بقى جدا لحد ما تاخد اللون كده وتستوي والمية بتاعتها تنشف تماما، لأن دي سلطة فمش محتاجين يبقى فيها مية أو صوص في الفراخ. وهسويها على البخار، مش هحط مية زيادة. نيجي للصوص بتاع السلطة أو التوبينج بتاع السلطة. عندي هنا معلقتين كبار من المايونيز والكاتشب وكمان التشيلي صوص، بيبقى حلو بيدي حاجة سكرية شوية كده للصوص، بتبقى جميلة قوي. دي الأدوات اللي استخدمتها. تمام، عندي هنا البطاطس الكيوبس أو المكعبات بعد ما صفيتها، وما تبقاش مستوية قوي يا جماعة، ما تهروهاش في السوا. هلخبط الصوص ده زي ما انتم شايفين كده طبعا، وهضيف له رشة من الملح. تمام، بس مش كتير عشان ما اضيعش الطعم المسكر اللي انا عايزاه. هنزل بالبطاطس وهنزل كمان بالفراخ. عايزه احط زيتون احط، عايزه احط جبن احط، كل اللي عايز يزود بقى حاجه، دي قيم غذائيه واطعمه زي ما انتوا عايزين. هلخبط بقى الخليط بتاعي الجميل ده. سلطه ما بتاخدش وقت في التحضير وشيك جدا في العزومات، ووجبه اساسيه ممكن تاكليها مع مكرونه، ممكن مع رز ابيض، حلوه جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلكوا كل المحتوى الجديد. ده شكل السلطه بتاعتنا بعد ما اتقلبت. هنسيبها كده؟ لا طبعا ما ينفعش تسيبها كده، ممكن نزوقها ونديها تاتش جميل يخلي شكلها حلو جدا. اما تيجي تتقدم بتتقدم في بوله زي ما انتم شايفين كده عميقه، او في طبق مستطيل. تمام، من الاطباق المستطيله، وبتتقدم بتتحط فيه مع رشه البقدونس وبيتقلب معاها، بتديها طعم تحفه جدا. جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. شكرا لحسن استماعكم. ثانك يو.